براندات غير عبد وجابرييلا غير. اللعيب يريد يخطب. تري تخطبني غير؟ نسأل المشاهدين، تعال خلي يشوفوك. أنا هل يلا تعال. والله اجي تعال تعال يلا خلي نستشاره. تعال اجي ورا ما يشوفه ما يشوفه. تعال والله افرح لك. راح ياخذ كل 30 يوم قاعده توسل بيك في طريق الريس ورد اتزوج. باقي صوت. شنو هذا الابتذال اللي عندكم مقدمين؟ ايوه وعيب عليكم؟ شنو هاي؟ شو تسوي؟ قاعدين انه هاي تدور على الريس وهذا يحكي بالمكياج، انتم شنو انتم مقدمين؟ انتم مسويكم بالبيت. والله والله أي... لا ليش؟ شنو الغلط؟ يا ما مرتبطه. تعال حمود توكل على الله. اخ يلا. تعال احمد. احمد تعال. نايمينك. يلا نقول رمضان كريم. صدق البعيد عن العين بعيد عن القلب. من هو؟ علي المهنة. منو علي المهنة؟ مع الاسف علي شبعتي. من هو؟ علي المهنة المصور. يا المصور الثاني ما اريد خطوبة كذب. اريد احشي عن غير. علي المهنة صدق يحبك. صدق كذا وراح يجيب اهله. ترى حقه معقوله؟ البلاوي راح تجيني. معقوله لا تجرحين؟ ولا علي هي علي لا تصدقوه ولو تتعرفون يعني سيف سواد. معقوله هي تجرحين علاوي؟ اخوي راسا بعتي بدلتي باحمد نعيم ما تقولي بسرعه. هذا الولد اللي مدللك صور ودلال وكلام حلو عيونكم من تتلاقي قلوب الحب تملي البيت جد ليش هيك ينتظرك بفارغ الصبر يوميا يقول لي حولني مسائي حولني مسائي ما اريد واذا طلعني الصبح اجي داوم بالليل هذا علي المهنة ليش على مودك وانت حولت الصبح عناك وانا حولت الصبح وبالليل تالي انت هيجي 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 بثواني برمشه عين بدلتي باحمد نعيم بعد ما مجرد نظرة نظرة بس مع الأسف عليك مع الأسف عليك هو هذا القلب أوف يا قلبي يا قلبي أوف منك يا قلبي مع الأسف إي والله باوع أبو طيب دز رسالة يقول علي المهنة دز له رساله يقول بعد ما اخذ لها صور اوكي وانا بس استلم راتب اجي وخذ تمساني وتنساني اي خذ تمساني للتوضيع مع ايش كاتب رساله ثانيه والله بعد مع رسالتي خاف اكذب عليك رسالتي الرساله الثانيه يقول خلي فدك احمد نعيم للتوضيح يعني احنا دان الشاقه كلهم اخوتي بالقناه مو كلهم لا كلهم اخوتي كلهم اخوتي مو كلهم اي والله هذا على بالي يغنيه